يقول تستخدم بعض الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن هذه الوسائل الاجتماع في مكان مظلم ويكون هناك شخص يعظ بالقبر والجنة والنار والآخرة ويذكر بآيات الوعد والوعيد، فما حكم هذه الوسيلة؟ تذكير بالقرآن والوعد والوعيد هذا مشروع، أما الظلمة هذا لا أصل له، هذا لا أصل له أنه يكون في مكان مظلم، هذا من البدع ومن المحدثات. نعم.